مرحبا بحضراتكم مرة تانية مشاهدينا، وده معادنا مع فقرتنا الصحفية اللي بنحلل فيها أبرز المنشطات اللي بتعتلي أغلب الصحف المصرية من خلال ضيفنا اللي معانا عبر الهاتف أستاذ أحمد خليفة الكاتب الصحفي ومدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط. صباح الخير يا أستاذ أحمد، وبداية كل سنة وحضرتك طيب، وثانيا خلينا نهني حضرتك بتكريم حضرتك من قبل أتيلي القاهرة جامعة فنانين وكتاب القاهرة، وده بالتزامن مع انعقاده للدورة الخامسة لمهرجان شعر الفصحى. ألف مبروك. الله يبارك فيك، وصباح الخير، وصباح الخير على متابعي ومشاهدي قناة ميسات، وألف شكر ليك مرة ثانية. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيك يا فندم. خليني أبدأ مع حضرتك أول منشطتنا، والمنشط الأول شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية قضية الوعي الرشيد وفهم صحيح الدين. تفاصيل الخبر بتقول: أكد السيسي خلال كلمته أمس في احتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي أن مصر ماضية في مهمتها لبناء الوعي وتصحيح الخطاب الديني، داعيا المؤسسات الدينية إلى مضاعفة جهودها لنشر قيم التسامح والعيش المشترك والإيمان بالتنوع الفكري والعقائدي وقبول الآخر وتصحيح المفاهيم الخاطئة. خلينا في البداية كمان يعني نهنئ نهنئ حضرتك بذكرى المولد النبوي، ونتكلم عن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفالية وزارة الأوقاف بذكرى المولد النبوي. صباح الخير مرة تانية. هو طبعا قضية من القضايا الهامة جدا في المجتمعات العالمية وبالذات مجتمعاتنا الشرقية، فكرة التسامح الديني والقبول الآخر، وأيضا اسمحيلي فكرة التعايش، ودي كانت مدرسة قديمة مصرية خالصة، فكرة وجود، يمكن كان معانا كمان شريك ثالث وهو أبناء الجالية اليهودية، يعني كانت المجتمعات قديما أكثر رقيا، حصل في على فترات تاريخية مختلفة، يعني تجاذبات من هنا وهناك واختلافات سياسية، أيضا بروز صراعات دينية لا محل لها، لأن المجتمع المصري الحمد لله فضل ربنا نسيجه مترابط وقوي، لكن الخلافات والتجاذبات السياسية الدولية والظاهرة دي ظاهرة عالمية. نرجع لقضية الوعي، وهي الوعي بقضايا الوطن وفكرة المشاركة على أساس الوطنية، وأيضا يعني القوى الناعمة المصرية زي ما بيقولوا، أو أدبائها والنخب والفنانين والسياسيين وأيضا قادة الفكر والرأي، المفروض يبقى لهم دور في هذه القضية. بهذه المناسبة يمكن حضرتك في أول النشر في أول يمكن في أول إنترو معلش في بداية تعريف بتهنيني دي جايزة أتيلي القاهرة تكريما لمجمل الأعمال المسرحية اللي قدمتها جنب مهنتي كصحفي وإعلامي. دي مؤسسة من ضمن المؤسسات القوى الناعمة، لأنها بتقدم الفكر وبتقدم الفنون المختلفة، الشعر والأدب والسينما والمسرح، كل ده داخل يعني نقدر نقول تنظيم أهلي، لأنها تبع مؤسسة أو وزارة التضامن، وهي مؤسسة مجتمعية أيضا من ضمن القوى الناعمة. برضو قضية الوعي بقضايا الوطن، لأن الحرب الموجهة على الدول في الشرق الأوسط أو المنطقة العربية أو العالم الثالث بشكل عام، هي هدفها أيديولوجيات مغايرة، هدفها تفتيت الدول ليس بالفكر التآمري، ولكن المصالح السياسية لبعض الدول أحيانا بتتعامل بازدواجية مع دول معينة بهدف أنها تستنفذها، زي الدول الاستعمارية
زي الدول الكبرى في العالم، ما نقدرش نسميها مؤامرة، ولكن نقدر نسميها إن ليها مصالح عايزة أو أجندات خاصة عايزة تنفذها في بعض الدول، فتلجأ إلى هذه السياسة المزدوجة، بيكون نتيجتها صراعات وسط هذه الشعوب. صحيح. وأيضا تفتيت المجتمعات سواء على أسس طائفية أو أسس دينية أو مذهبية إلى آخره. المعركة الوعي أعتقد أنها من أهم المعارك التي تواجه دول العالم، يمكن حتى هذه التجاذبات السياسية والعقائدية والطائفية بنشوفها حتى في دول كبيرة وليس دول ناشئة أو دول يعني مختلف دول العالم. صحيح. معركة الوعي أيضا تشمل احترام مؤسسات الدولة اللي هي منها أفكار مبنية على مدى سنين في دولة زي مصر على فكرة المواطنة والمساواة ما بين الناس كلها أمام القانون، مهما اختلف فكر من ينتمي إلى أفكار معينة أو مذاهب دينية معينة أو حتى أديان مختلفة ومغيرة عن بعضها. إحنا بنتكلم على حاجات كتير ممكن نستفيد بيها، منها يعني بالنسبة للدولة المصرية إن إحنا كنا على مدى آلاف السنين مستمرين كدولة مصرية مهما كان فيه خلافات، ودي حاجة طبيعية ويعني أقرت بها كل الأديان فكرة الاختلاف، وأقرت بها أيضا فكرة اختلاف الطائفة حتى، ويمكن شفنا صراعات على مدى سنوات طويلة في أوروبا سواء صراع سياسي عسكري مسلح، حرب عالمية أولى وحرب عالمية ثانية، أدت إلى ما أدت إليه من كوارث وفظائع إنسانية. وأيضا شفنا في يمكن العصور الوسطى صراعات طائفية ومذهبية في أوروبا أدت أيضا إلى يعني دموية شديدة إلى أن انتهت القارة الأوروبية زي ما بنقول القارة الأوروبية العجوز، إلى ما انتهت إليه من توافق وتوائم رغم بعض الأصوات النشاز هنا وهناك. شفنا الولايات المتحدة أيضا صراع سياسي وأيضا صراع عنصري، يمكن حتى اللحظة من فترة أخرى وهي دولة كبرى في العالم نجد أيضا على اللون. صحيح. ما بين الأبيض والأسمر. صحيح. طيب هروح مع حضرتك لمنشأة آخر معانا في اليوم العالمي للقضاء على الفقر. قالت السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية عبر صفحتها الرسمية فيسبوك: أتوجه بكل التحية لشباب مصر الذين يطوفون قرى الريف من أقصى الشمال لأقصى الجنوب لتوفير حياة كريمة لأهالينا. إن هذا اليوم يجسد في جوهره أسمى معاني المبادئ الإنسانية التي تعزز روح التعاون والمشاركة وتؤكد حق كل إنسان في أن يعيش حياة كريمة، وهو ما تمضي مصر فيه بثبات لتغيير واقع الحياة ل 58 مليون إنسان في 4584 قرية. يعني دي كلمة السيدة انتصار السيسي عبر صفحتها الرسمية، وده في اليوم العالمي للقضاء على الفقر. رؤية حضرتك لهذه المقالة. والله يا أستاذة الموضوع اللي حضرتك أثرتيه وهذا الخبر أنا كنت بفكر فيه مبارح تحديدا، أن فعلا العدو الرئيسي الأول للإنسان هو الفقر والعوز والاحتياج المادي، قضية في منتهى الأهمية، قضية عالمية، قضية تمس كل دول العالم. كل الكوارث التي تأتي للبشرية تأتي من الاحتياج المادي والفقر اللي بيؤدي إلى مجاعات ويؤدي إلى جرائم اجتماعية كثيرة. يمكن أول رذيلة في الدنيا هي المال، وأيضا احتياج
يعني مجموعات بشرية أو أفراد أو مجتمعات أو حتى دول إلى تلبية متطلباتها الرئيسية بتبقى عبء على الفرد والأسرة والمجتمع والدولة وشعوب بأكملها نتيجة يعني عدم توفر فرص عمل، نتيجة الإهمال لسنوات، نتيجة ظروف اجتماعية معينة، تمييز أقاليم داخل الدولة عن أقاليم، إهمال أقاليم لمدة طويلة. يمكن كان توجه الدولة المصرية بالقيادة الرشيدة الحالية إلى فتح هذا الملف الصعب الذي ترك على مدى سنوات وعشرات سنوات من إدارات مصرية مختلفة، كان الحقيقة بيمثل قنبلة موقوتة في وجه المجتمع المصري بشكل عام، وأيضا كان مصدر من مسببات المشاكل والقلق الاجتماعية. لك أن تتخيلي أن في مصر على حسب مؤشرة الدراسات يعني ناس ليست لها صلة بالدولة المصرية نهائيا، غير مسجلة في شهادة ميلاد أو بطاقة، يعني كأنه مواطن غير موجود بجمهورية مصر العربية. حياة كريمة لا تشمل فقط طلاء واجهات المباني أو إنشاء طرق، ولكن هي حياة كاملة متكاملة، بمعنى وصول يد الدولة ممثلة في خدماتها، زي ما قلت لحضرتك التسجيل ببطاقة رقم قومي، شهادة ميلاد، وصول خدمات الإنترنت، وصول خدمات التليفون، بالإضافة إلى وصول مياه شرب النظيفة، أيضا مشروعات صرف صحي بأرقام كبيرة جدا، بمبالغ رصدت لهذا المشروع القومي الهام. وأيضا كل التحية لمن يقومون بهذا الجهد، المكلف ولخزينة الدولة، أيضا تواكبا مع اليوم العالمي لمكافحة هذا نقدر نسميه الفقر، مرض العين يصيب بعض الشعوب، ولكن تنجو أيضا بالتجارب الإنسانية منه شعوب أخرى. كلنا شفنا الثورة التكنولوجية والعلمية في دولة صديقة زي دولة الصين، كانت تاريخيا ترزخ تحت الاستعمار البريطاني، كانت معرضة لتجارة المخدرات، وكانت أيضا من أفقر شعوب الأرض بهذا الرقم المهول من عدد السكان، ولكنها نجحت في الوصول إلى ما وصلت إليه بالتخطيط السليم والتقدم في مجالات عديدة، منها توفير الرفاهية والحياة الجيدة لشعب زي شعب الصين، عندنا الشعب الكوري، عندنا الشعب الياباني، عندنا الهند اللي ما زالت فيها مشاكل عديدة، ولكنها أيضا بتحاول وهي من الاقتصادات الناشئة أن تخرج من هذه الدائرة اللعينة. عندنا أفريقيا بكل دولها أو أغلبها، أفريقيا السمراء، هناك دول نجحت زي بروندي ورواندا في تجاوز فكرة الصراع القبلي، وكلنا شفنا أيضا هذا الصراع أدى إلى مسرع الملايين من هذه الشعوب الفقيرة الصغيرة. أصبحت دول من أكثر الدول نموا في القارة الأفريقية. فكرة مكافحة الفقر فكرة لها نزاهتها ولها يعني وجاهة الفكرة فيها، لأن هدف سعي الإنسانية كلها هو محاولة توفير الرفاهية لكل سكان كوكب الأرض. بنحيي ونسمن جهود الدولة المصرية في هذا المجال، وكانت فكرة جيدة جدا في مكانها الحقيقة وفي توقيتها، وأيضا في برنامجها اللي بيتابعه السيد الرئيس يكاد يكون بشكل يومي. صحيح.
طيب خليني أروح مع حضرتك لنشاط رئيس مجلس الوزراء بالأمس واجتماعه بالأمس. رئيس الوزراء بيقول عدم السماح بدخول الموظفين غير المطعمين بلقاح كورونا بعد 15 نوفمبر المقبل. تفاصيل الخبر بتقول: أكد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع بتقديم اللقاحات للمواطنين في كل المحافظات مع التوعية الجماهيرية بأهمية هذه الخطوة في الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع في ظل توافر اللقاحات المختلفة. وقررت اللجنة عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم بدخول أي موظف لم يتلقى اللقاح إلى مكان عمله أو سيكون عليه أن يجري تحليل البي سي آر كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأي مواطن بدخول أي منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، كما تقرر عودة فتح دورات مياه المساجد للتيسير على روادها مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية. كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على تخصيص 1 مليار جنيه لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا. وخلال الاجتماع أيضا عرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان تقريرا حول الموقف الراهن لفيروس كورونا في مصر والعالم وجهود توفير اللقاحات وتقديمه لمواجهة هذا الوباء. خلينا نتكلم مع حضرتك عن أهمية هذه القرارات في التوقيت الحالي ورؤية حضرتك أيضا لهذه القرارات. طبعا شهدنا من مطلع فبراير من العام الماضي 2020 يعني نقدر نقول التطورات المهمة في ظهور هذا الفيروس اللعين. يمكن كل دول العالم توجهت أولا لتوفير علاج لفيروس كورونا أو كوفيد بتطورات مختلفة وطفرات مختلفة وصولا ل 21، ويمكن المخاوف والتقارير الدولية بتحذر من الفترة الجاية من تطور يمكن يكون أشد خطورة من التطورات السابقة لفيروس كورونا. كل دول العالم طبعا حاولت بجهودها الذاتية توفير أمثال ولقاحات، طبعا المشهور منها الصيني ولقاحات أمريكية وألمانية وبريطانية إلى آخره. طبعا كل هذه الجهود بتصب في خدمة شعوب هذه الدول بالإضافة إلى قيامها بتصديرها لدول العالم المختلفة. كانت مصر سباقة في هذا المجال بالمشاركة حتى في البحوث مع بعض الدول بالإضافة إلى توافر الأمثال واللقاحات. طبعا كل التحذيرات التي أطلقت في مصر بتدعو المواطنين إلى يعني الوصول سريعا في برامج توفير اللقاحات التي توفرها وزارة الصحة المصرية. ده كان عشان ظاهرة إن إهمال الناس لطلب تلك الأمثال أو وجود بعض الصعوبات، ولكنها تم تذليلها مؤخرا وتوافر اللقاحات كما أعلنت الدولة في أكثر من مناسبة. يمكن الخبر الجيد في تلك القضية إن الفترة اللي جاية يعني حتى كل التقارير الطبية الدولية قالت إن هيتحول بعد فترة هذا الفيروس إلى كأنه دور برد عادي، فيجب على لأنه يعني جسم الإنسان في العالم هيتعود عليه وهيبقى زي البرد الموسمي أو الإنفلونزا الموسمية لأن الأعراض متشابهة رغم خطورة كوفيد. طبعا الدعوة موجهة للناس ل الإقبال على اللقاح حتى تنتهي هذه الأزمة سريعا في مصر، وإحنا شفنا في مصر وفي العالم وفي منطقة الشرق الأوسط يمكن بداية عودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، بس مع وجود الإجراءات الاحترازية وأيضا مع الأخذ في الاعتبار في تناول اللقاح لأهمية هذا الموضوع، لأنه على الأقل حينما يصاب الإنسان الأعراض بتبقى أخف وأبسط من اللي ما بياخدش اللقاح، وأيضا خلق وتكوين أجسام مضادة مناعية لمواجهة هذا الفيروس بتطوراته أو نسخه المختلفة.
إلى جانب إنه بيكون في صعوبات للشخص إن هو ياخد اللقاح، في ناس أستاذ أحمد بيكون عندها تخوف من اللقاح، لا ده هيأثر عليا بالسلب، لا ده هيجيب لي أمراض مش عارفة إيه، يعني في ثقافة كده منتشرة شوية عند بعض الأشخاص إنه لسه في تخوف من اللقاح، رغم إنه إحنا بقالنا فترة كبيرة ويعني ثبت مدى فعالية اللقاحات الموجودة داخل مصر. ده صحيح، والثقافة دي الحقيقة يعني أنا عايز أقول حاجة بس في الجزئية دي، إن يعني اعتبروا فيروس الإنفلونزا عادي. يا سيدي أنت بتاخد يعني لقاحات كتير، ويمكن حتى في المدارس زمان كانوا في بداية الدراسة كانوا بدون مصل الضرر وغيره من الأمصال ل يعني امراض كتير، ويمكن حتى دي افادت ناس كتير حتى في عوده بعض الامراض القديمه التي تصيب الانسان، يمكن لولا الامصال دي خدناها زمان اللي ايضا بتساعد على مدى العمر كله الى ان يشاء الله بظهور او فيها اخرى او حاجات جديده البشريه بتعيد التفكير مره اخرى وتبحث عن حلول زي ما حصل في فيروس كورونا. فالثقافة دي الحقيقة لا محل لها من الأعراب، ويجب على الناس أنها تتحرك وتبادر من نفسها، لأن ما حدش عارف بكرة هيبقى شكله إيه في تطورات النسخ الجديدة من هذا الفيروس. على الأقل يبقى الواحد يعني واخد تحصين معقول، وفي حالة الإصابة لا قدر الله بتبقى الأعراض أخف كتير جدا من الناس اللي ما خدتش اللقاح من الأول يعني. صحيح. طيب احنا لسه مع نشاط رئيس الوزراء بالأمس، رئيس الوزراء يتابع ملفات عمل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. التقى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد عبد الوهاب لاستعراض عدد من ملفات العمل، وثمن مدبولي جهود الهيئة العامة للاستثمار لدفع الجهود في هذا القطاع الهام الذي يدعم الاقتصاد القومي ويوفر فرص العمل والتشغيل، كما أشاد بجهود الهيئة لمد جسور التعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة بما يخدم جهود تبادل الفرص الواعدة في مجال الاستثمار. رؤية حضرتك أيضا لهذا اللقاء. هو طبعا ملفات الاستثمار من أهم الملفات، ويمكن حتى على مدى سنين طويلة تعرفت على عدد من قيادات هيئة الاستثمار. حال هيئة دي دورها مهم جدا، يعني عايز أقول لحضرتك أن مثلا الاتفاق ما بين الدولة المصرية وأحد المستثمرين على سبيل المثال لإنشاء مصنع ما، لا تتخيلي كم فرص العمل التي يوفرها مشروع واحد لكم الأسر اللي بيكون الراجل اللي بيشتغل في هذا المشروع بيبقى دخل الأسرة كاملة، بالإضافة إلى تعظيم الناتج المحلي المصري. الدولة توجهت دي عن طريق مؤسساتها ومنها الهيئة العامة للاستثمار بإنشاء خريطة استثمارية لجمهورية مصر العربية بشكل كامل، ويمكن تخصيص مناطق بعينها زي ما سيادة الرئيس أشار أكثر من مرة، اللي عايز مشروع هنسلمه له تسليم مفتاح، يعني تجهيز البنية الأساسية والمرافق، وأيضا الخريطة الاستثمارية بتوضح رغبة الدولة المصرية في إقامة أي نوع من المشروعات في مناطق محددة ويتم تقسيمها. يمكن أبرز مثال على ذلك المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكلنا شفنا شرق وغرب قناة السويس عشرات الدول من العالم، روسيا، الصين، كوريا، الهند، يمكن حتى دول دخلت مجال استثمار جديد في خارج دولها، توجهت إلى السوق المصرية اطمئنانا للحالة الاقتصادية والأمنية، وكل التقارير العالمية اللي بتقول إن مصر هتكون الاقتصاد رقم 7 في العالم في خلال سنوات قليلة. بنجد كل هذه المشروعات والخدمات اللوجستية، ألمانيا مثلا نقلت مصانعها في
وخدماتها في منطقة قناة السويس، واستثمرت استثمار جيد جدا، وبالإضافة إن دول كتير كمان بتنقل التكنولوجيا وكل المصانع اللي بتقام والاستثمارات بالذات حوالين منطقة قناة السويس هتوفر آلاف مؤلفة من فرص العمل، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا وأيضا تعظيم الاستفادة من هذه المنطقة، بالإضافة إلى المشروعات اللي بتقام في والاستثمارات في الصعيد، يمكن هناك استثمارات إماراتية وغيرها في إنتاج قصب السكر، بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من ثروة قومية زي الغاز والرمال السوداء التي تستخدم في مجالات صناعية عديدة، وغيرها من عشرات الفرص الواعدة للاستثمار سواء للمستثمرين المحليين أو العرب أو الأجانب. نعم، أنا بشكر حضرتك جدا على تحليلك الصحفي الأكثر من رائع، بشكر حضرتك جدا الأستاذ أحمد خليفة الكاتب الصحفي، وبهنئ حضرتك مرة تانية، وكل سنة وحضرتك طيب. وانت طيبة عليكي وعلى ميسات وعلى كل الشعب المصري، ويا رب دايما مصر من تقدم لتقدم بإذن الله يا رب. وتحية كبيرة لجيشنا والسيد الرئيس على حماية مقدرات الشعب المصري أولا، وأيضا مصر إن شاء الله هتكون في مكان تاني قريبا جدا، وبعيد الشكر لحضرتك مرة. شكرا لحضرتك يا أستاذ أحمد، بشكرك جدا أستاذ أحمد خليفة الكاتب الصحفي، بشكرك على تحليلك الصحفي. مشاهدينا فقرتنا الصحفية انتهت، هنروح لفاصل ونرجع مع فقرتنا الأخيرة، خليكم معنا.